على هامش اجتماعات الجمعية 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي، عقدت جلسة نقاشية حول إجراءات البرلمانية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والتي حملت عنوان ترجمة الالتزامات العالمية إلى تدابير وطنية. نعم، واستهلت الجلسة بالحديث عن حماية التنوع البيولوجي حول العالم ومخاطر نقص الأنواع الحيوية على كوكب الأرض، إذ استعرض البرلمانيون المشاركون في الاجتماع من مختلف دول العالم المشاكل البيئية التي تواجه بلدانهم، وتبادلوا مختلف الأفكار والمقترحات التي تصب في حماية التنوع البيولوجي وكوكب الأرض. كما تمت مناقشة التشريعات والسياسات الدولية التي من الممكن أن تساعد على حل هذه الأزمة البيئية. هذا وتترجم الاجتماعات حرص مملكة البحرين من خلال اجتماعات الجمعية 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي على السعي إلى إيجاد مختلف الحلول الاستراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية وحماية البيئة لتحقيق أهم أهداف التنمية المستدامة. اجتماعنا اليوم كان عن التنوع البيولوجي وتأثيرها على المنطقة اللي نسكن فيها، ودور البرلمانيين. احنا لازم يكون لنا دور كبرلمانيين في توجيه التنوع البيولوجي، لان التنوع البيولوجي شيء مهم واساس حق الانسان والمنطقة اللي يعيشون فيها. لذلك احنا اقترحنا يعني في بعض الاماكن يكون اسباب تلوث، يمكن وقف تلوث في المناطق، عندنا المصانع احيانا تكون في سوى ضجيج، هذه الامور تاثر على الكائنات الحيه في مناطقنا والمناطق السكنيه بالاخص المناطق السكنيه، ونحن نحاول مستقبلا كبرلمان يتدخل عشان نكون الانسان هو يعني العنصر المهم والاساسي في الحياه. هذه الاجتماعات مهمة للغاية، ففي اجتماع اليوم نتكلم عن حماية التنوع البيولوجي حول العالم، إذ نرى أن هناك علامات خطيرة بأن هذا التنوع يتلاشى، وما نراه في النهاية هو سلسلة من الأنواع الحية المعرضة للخطر، والتي يمكن أن يؤدي فقدانها إلى كارثة على كوكب الأرض. لذلك تأتي أهمية هذه الاجتماعات التي قامت مملكة البحرين بعمل رائع بتنظيمها، حيث أتاحت لنا تبادل الأفكار المهمة حول حماية التنوع البيولوجي لهذا الكوكب والعودة إلى بلداننا والعمل على تحقيقها. اليوم نتحدث عن التنوع البيولوجي، وعندما نفكر في هذا الموضوع فنحن نفكر في سبل عيشنا، فالحاجة لحماية أراضينا من التلف بجميع أشكاله ومواجهة التغيرات المناخية أمر مهم جدا، ولأجل ذلك من واجبنا كبرلمانيين أن نعمل على ضمان معالجة هذه القضايا.